تقول هذه الزوجة: زوجي رجل مذكور في الخارج بكل خير، خلق طيب وسخاء، لكنه وفي عشرة 25 سنة ما رأيت منه في البيت خيرا قط. شديد، سيء العشرة في البيت، يظلم، مقدر على أولاده، فيمثل هذا الرجل صنف من الناس صاحب وجهين: وجه في الخارج يلبس فيه لبوس الصالحين، فيذكره الناس خارج البيت بالصلاة، ووجه آخر يتعامل به في البيت، وكل من كان صاحب وجهين في الدنيا إلا وعذبه الله بلسانين من نار يوم القيامة. ذو الوجهين يجازى جزاء من صنف عمله، هذه الأولى. ثانية، هذا يدل على قلة فقه الرجل، فلو كان هذا الزوج يريد وجه الله لعلم ما يصلح له عند الله على حسب الأولويات. فإنك لو ذكرك الخلق كلهم بخير خارج البيت وذكرتك زوجتك وأولادك بشر، فالله يؤاخذك بالشر الذي تقترفه مع أقرب الناس إليك، لأنك أنت مطالب أولا أن تحسن معاملتك مع زوجتك. قال تعالى: وعاشروهن بالمعروف. فإن كرهتموه، حتى في حالة كره الزوج لزوجته، فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. قال رسول الله صلى الله عليه: لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. والعبد الذي يريد وجه الله في البيت إنما يتعامل مع الناس وفق الإيجابيات ومحاسنهم ليقودهم إلى الله قودا حسنا، يتعامل بناء على النصف المليان من الكأس. لأنك كما تكون واللي فيك به تصرف، كل إناء بما فيه اللي فيه الخير، يتعامل مع الناس دائما وينوي فيهم الخير، يحسن الظن بهم، لأن حسن الظن بالله وبالمؤمنين من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله. فلو كنت تعتقد أنك حينما تبدي الخير للخارج وتأتي بصورة الذئب أو الأسد إلى البيت فأنت مخطئ، وأخشى أن أقول كلاما أحمل وزره بين يدي الله، فإن مثل هذا الصنيع لا يصدر إلا من المرائي. علاش قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللي يخرج الزكاة والصدقة الإنسان الفقير اللي بعيد وعنده الفقير في الأهلية ديالو وما يعطيهمش، قال لك هذا لا يقبل الله منه. بدي بالفقراء ديالك، لأن الفقراء ديال العائلة ديالك هما أولى. سئل النبي عن الصدقة للرحم، قال: هي ثنتان، صدقة وصلة، أما للمسكين الذي ليس لك معه صلة فهي صدقة. هذه الثالثة، أن منزلتك عند الله بقدر قدرك عند زوجتك وأولادك. من جبت هذا الشيء؟ من جبت؟ جبت من كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال حبيبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. خير الناس عند الله ماشي هو خيرهم للناس، خيرهم لأهله. أنت واجب عليك تكون، واجب عليك باش تكون مزيان مع وليدك، والآخرين كل معهم مزيان. أما أنت يا مزيان مع الناس
واللي فرض عليك الله تكون معهم مزيان، انت معهم ماشي مزيان، هذه مشكله. راه كان خلل في الفهم، خلل. فخيركم خيركم لأهله. وقال رسول الله: لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم. فالنبي يصف العبد الذي يسيء إلى أهله باللؤم وفساد الطوية وسوء السلوك، وأخشى عليه أن يدخل النار بسبب زوجته. علاش؟ احنا واحد عدد تاع الناس دائما كيجيبوا بين اللي يقولوا كم من امرأة تدخل النار بسبب سوء علاقتها مع زوجها. مزيان اسي. ولكن قولوا: وكم من رجل يدخل إلى النار بسبب سوء علاقته مع زوجها. لأن الظلم ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة، وأشد الظلم أن تظلم المرأة واليتيم لأنهما لا يجدان من ينصرهما. اشتد غضبي في الحديث القدسي، اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد ناصرا غيري. المرأة واليتيم، ظلم زوجتك انت 25 عام ويا صابرة، عمره ما سمعت منك كلمة مزيان، وتقتل وتدير 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 وتدير، وانت تبارك الله كي يشوفوك برا ومخير وتبارك الله صورة مغلوطة. هذه الثالثة. أما الرابعة فأسوتك رسول الله. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاء يرتجف قلبه وحينما نزل الوحي في غار حراء إلى خديجة وقال: إني خشيت على نفسي، استمع باش متحاته. قلت له: كلا والله لا يخزيك الله أبدا. فذكرت هذه الخمسة: إنك لا تصل الرحم، هي الأولى، وتقري الضيف، وتحمل الكل، وتكسب المعدو، وتعين على نوايب الحق. خصك تكون نعم سيدي مزيان حسن الخلق. وسيدي النبي صلى الله عليه وسلم نتكلم على لما تبدوا ولادكم، قال لك: اودي من جاءكم، اذا جاءكم من ترضون دينه زين وخلوق، الخلوق الخلوق خلوق. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في بيته بساما ضاحكا يداعب الزوجات ويضحك ويكون في خدمة أهله ويسقسي عليهم، وهو اللي كانت عنده الحياة نتاعو مليئة بالجهاد، ومع ذلك لم يمنعه ذلك من أن يكون رقيقا مع النساء، بساما مع النساء. هذا هو اللي خلى واحد العدد نتاع الناس يتهمون الله يستر، ويتهموا المدين يقولوا الإسلام يظلم المرأة. حاشا ومع الله، المسلمين هم اللي ظلموا لأنهم بسوء فهمهم للدين هو الذي أدى إلى هذه الصورة القاتمة على المتدينين. فتحملنا وزر ديننا الذي هو براء من سوء تصرفاتنا وسوء أخلاقنا، نعطي صورة سيئة. ولذلك أنا كنقول إن شاء الله لهذه المرأة، قالت لك واسمه ندير إن شاء الله تعالى، نقول لها إن شاء الله تبارك وتعالى: أنت في جهاد ما دمت تصبرين عليه، لأن الصبر على أذى الأنام من أعظم ما يمكنك من تبوؤ المقام الأعلى عند الله. واقرأي قوله تعالى: ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، كافر يقول رب العالمين، امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم. شحال من فرعون راه كاين في الدار، فرعون وكاين الفراعنة الصغار، شحال من فرعون على ولاده. إذا هذا الأولى الصبر. ثانيا ماشي غير الصبر، تدعي له الله تعالى في كل صلاة وفي الأوقات الفاضلة. سل الله لزوجك أن ينقذه الله من شقاء الدنيا وعذاب الآخرة، فإنك بإذن الله لو صدقت فالقلوب بين يدي الله يقلبها كيف يشاء، قادر على أن يقلب قلبه للخير. ما تيأسيش، هو في كل الحالات بين أولادك. والمسألة الثالثة زيادة على الدعاء إن شاء الله تعالى، زيادة على الدعاء واسم الدين إن شاء الله، صحيح بالتي أحسن، قدمي له النصيحة ونوعي في ذلك. ولا سلطي شيء، سبحان الله فقيه ديال شي جامع قريب لك وعندك مع شي اتصال، الطريقة غير مباشرة يتلاقى معه ويفوت لك الميساج بطريقة غير مباشرة دون أن يشعر، ويجلو له شي حاجة هكذا، يتعاونوا معك الناس إن شاء الله تعالى على الحالة بلا ما يفهموه باللي راه شكات منه زوجته ولا
شاء الله تبارك وتعالى، لعل الله تعالى يقيض له مفتاحا يجد طريقا ومنفذا الى قلبه. الصبر يا ودعي الله تعالى. قالت لك واش مطلق ولا حتى ضرك عاد وليداتك في الجامعه ولادك في الجامعه؟ لا لا لا، مادام مسلم ومادام يصلي ومادام كذا عنده غير المصيبه معك، طلب الله تعالى سبحانه وتعالى يوقظه ان شاء الله تعالى. هو الى راه يسمع ولا كذا سبحان الله وصلوا هذا الشريط وشافوا، احنا كندعيو لك الله تعالى يرد بيك ونقول لك اودي الله يجازيك بخير، احسن الى اهلك فوالله الذي لا اله غيره ليس هنالك مروءه اعظم من ان تكون مع اهلك في احسن علاقه. يا ابغي الصبر، احنا كنلتمسوا منك ونطلبوا منك الله يجازيك بخير، ما غادي نقول لك تهلا في المساكين برا، تهلا في وليداتك الله يخليك، تهلا في حشومه كاع نقول واحد تهلا في وليداتك، هذا هو الكبده ديالك، هذه الزوجه ديالك، هذه اللي غادي تكون زوجك في الدنيا والاخره. استسمحكم على هذه الاطاله وصلى الله على حبيبنا محمد، اخر دعوه الحمد لله رب العالمين.